FM. الكلمة ليك. فاس فاس مع رفيق الحلواني الملصق العام لشبكة مراقبون الدولية. مرحبا فاس فاس. مرحبا سرافيق، شنو حوالك؟ صباح. لاباس عليك سرافيق؟ الحمد لله. وين كنت؟ كنت في الكلينيك، كنت طلع على زملائنا أعضاء شبكة مراقبون اللي تعرضوا الحادث يوم وقت اللي توفى زميل، الله يرحمه، زميلكم في مراقبون. هم ثلاثة كانوا مساكن معناها من أعضاء شبكة مراقبون، طلبوا من صاحبهم معناها باش يدور بيهم يوصلهم. الله غالب توفى، ربي يرحمه ربي نعمه، وحنا نعتبر عائلته بيان سور. ما كانش ملاحظ معنا، ولكن نقولوا العائلة الموسعة معناها ربي يرحمه وربي نعمه. هذه حاجة جان صغيرة، صغار الكل. حتى عندنا شكون مثلا تو خونا طلال بن حسين مازال في في الانعاش فايق، شفناه ان شاء الله اللي تستاسيونير غدوة يخرج امن. المورناقي كيف مشرف على مورناق كانت، ان شاء الله تخرج غدوه ولا الليله من ربي صبر عائلتهم بيان سور. دونك رفيق الحلواني، ماراثون تقريب كبير وسريع وتعبكم. تعبنا ليه هك تشوف صوتنا برك مجتمع المدني بح صوتكم في المؤتمرات الصحفيه بح احنا نعيط لا بح احنا نعيط باش الامور تمشي منظمه مش في المؤتمرات الصحفيه. خدمه شو انا اش نحب نقول حاجه، راهي الانتخاب ما هوش نهار برك، يوم الاقتراع حاجه من الانتخابات مسار انتخابي الكل يبدا من اللي يزيم القانون المحدث للهيئه. احنا واعضاء وزملائنا في المجتمع المدني، وخص بالشكر معناه بالذكر عتيد واوفياء انا يقظ معناه ناس خدمه برشا، ليت ربط الناخبات التونسيات، جمعيه حاولنا نخدموا مع بعضنا باش نحسنوا القانون الانتخابي. فما كان تنسيق بيناتكم معناتها؟ فما تنسيقيات صارت، شو فرق كبير بين 2011 و2014. صحيح 2011 ما نعرفوش بعضنا، وكل واحد يغزر لصاحبه بالمقلوب شكون هذا يتجمعي ولا حاجه، اخوانجي يساري كذا، اللي هذا يغزر لصاحبه. الزمان خلينا نخدمه، تعرف شنو اللي خلينا نتوحدوا؟ التخلويذ الكبير في هاك المجلس التأسيسي، فهمت؟ ان شاء الله ان شاء الله البرلمان الجديد يجينا خير. انا ضمنت الحياه كيفاش معناتها في المجتمع المدني في الجمعيات المراقبه؟ فما شيء يضمن الحياه، الوقت هو اللي باش يضمن الحياه ونظره الناس. احنا اللي يهمنا نظره الناس كيفاش تنظر لنا محايدين، وافعالك هي اللي تثبت وبالوقت راه. خاطر برشا ساعات تجي حالات شاذة ولا إنسان يقول حاجة. احنا في المجتمع المدني مش العباد، الناس الكل يلزمها أبوليتيك. راه انت تنجم تكون عندك مواطن، عندك حزب باش تنتخبه، مش الكل. احنا اللي مجتمع المدني سبعنا بالأحبار مشينا حطينا ورقة بيضاء، لا اللي هذا مش انتخب حزبه، ولكن كمنظمة نقبلوا بالاختلاف في وسطنا، وكل واحد معنى المنظمة تبدأ بعيدة كل البعد عن الأحزاب ولا نفس البعد، وتبعد عن التجاذبات. احنا الخدمة اللي نخدمه فيها حويجة حساسة شوية، الانتخابات هذاك علاش سألتك نجا. احنا بالنسبة لنا الأحزاب الكل كيف والهيئة نفس الشيء، نبعد نفس البعد ما ندخلوش رواحنا. يمكن هذا راي القوة متاع مراقبون، زادة بعدنا على كل التجاذبات السياسية وعلى الأمور السياسية. خدمتنا انتخابية تقنية تتعلق بالامور السياسيه، ولكن خدمتنا تقنيه. ما احنا لنا تابعين حزب، اللي يغلط نقولوا له غلط، خدمتنا نحاولوا نحسنوا المدار. ما صارش خروقات داخل المراقبون، ثم ترصد الخروقات خارج المراقبون. لا فماش معنا ديزانفيلتراسيون، فما صاروا لكم برشا ناس. احنا فقنا برشا ناس معناها تقدمت بقائمات في الاحزاب دخلت معاهم. ابريتو حق المواطن التونسي راهو هنا، احنا ما نحبوش نعملوا ديابوليزاسيون للاحزاب، ما يشغل الاحزاب. السياسه يعملوها المستقلين صحيح، ولكن السياسه تخلقت باش يعملوها الاحزاب. فما خيط رفيع بين معناتها العمل الجمعياتي والحزبي. احنا نحبوا الخيط يولي ما هوش رفيع، نحبوا يولي خيط واضح اللي هو ما بين الاحزاب. اللي تنجم تكون عندك فكرتك معناها تحب تصوت للحزب هذا ولا تقرب للحزب هذا، اشياء عاديه، ولكن ما تنزلش عليك ولا ما تضغطش عليك باتجاه هذاك معين. ما هو الحياد، احنا نطالبوا الناس تشتغل بحياد والمنظمات تكون مستقله. مثلا احنا ما احناش تابعين حزب، ما ناخذوش فلوسنا من عند احزاب، ما نخدموش الاجنده في الاحزاب. منين فلوسكم؟ الاعتمادات منين؟ احنا متعدى عندنا جانب صغير جدا هي تبرعات الاعضاء بالاخص الناس المؤسسين، وعنا في شبكة مراقبون نقدموا مشاريع
خذينا تمويل من عند الاتحاد الاوروبي، خذينا تمويلات من عند البنود، معناها برنامج المتحدة، برنامج المتحدة الانمائي، خذينا فلوس من عند الانديا المعهد الوطني الديمقراطي، خذينا من عند منظمات دوليه اي ومعتمده في تونس، خذينا فلوس من عند الهينريش بول شتيفتونك اللي هما قراب معنا التيار الخضر في المانيا، خذينا من عند لي كنديان، خذينا معناها منوع المصادر نتاعنا. معناتها ملاحظاتكم مش وطنيه حتى دوليه، معناتها تفرض روحها دوليا ملاحظاتكم كمراقبون. انت احنا اذا كنا اعتمادتكم جايه من منظمات دوليه، لا هي من اجل تونس، برامج في تونس. اي لا لا لا، احنا اللي ناخذوها معنا برامج خصصت تخدم على تونس، مثلا الاتحاد الاوروبي عنده عبر المفوضيه نتاعو كل بلاد عندها نوع من البرامج، احنا داخلين في برامج ما يعطيوناش راهو خاطر لسوادي اعيننا ولا خاطر يحبونا ولا باش تصرفوهم ولا يعطيونا، يعملوا كيما تقول كيما الكونكورونس، كاين نوع من لابيل دوفر يتسميه طلب مقترحات مشاريع، نشاركوا في 4-5 مشاريع، نخسروا 3 نربحوا 1. اش معناه نربحوا؟ نعطيوا فكره ندافعوا عليها، نعملوا لها الاهداف نتاعها، الاهداف الكبيره، الاهداف التفصيليه، نعملوا لها البيدجي نتاعها، نعملوا لها شنو هما لي زاكسيون بالضبط، ويحملوا نوت كاين كونكورونس، فهمت؟ مثلا في 2011 احنا خذينا تمويل من عند الاتحاد الاوروبي خاطر كان عندنا مشروع ممتاز. 2014 هو تعدى في 2013 بدات، احنا ما سعفناش الحظ باش ناخذوا التمويل هذا خاطر البروجي نتاعنا ما كانش مخدوم بالكدا، الحق هذا فهمت، احنا نقبلوا بقواعد اللعب ما كانش مخدوم بالكدا. شبكت مراقبون سامحني مادام في التمويل الاتحاد العام التونسي للشغل والاتيكا ما عطاوكمش فلوس كمنظمات من تونس حتى شيء؟ الطرف التونسي الوحيد اللي اعطانا هما الاعضاء المؤسسين لشبكه مراقبون. ايه تبرعات معناتها من داخل تبرعات ايه. تبرعات من عندكم. انتم في شبكه مراقبون سامحني يا سيده حلواني انكم انتقلتوا من المراقبة والرصد إلى كذلك السونداج دوبينيون، يعني أنتم انتقلتوا معناه حاجة نوعية. هو موضوع باش نحكيو عليه بعد شوية، من 2011 و2014 نحكيو عليه بعد شوية موضوع السونداج هذا خاطر ما نحرقوش فاتما كراي، بخلاف صبر الآراء اللي صار معناتها في الإعلام التونسي. أنتم خرجتوا السونداج هذا كيف كيف بعد لا هو انتقال نوعي نبيل معناه بين مهمتهم كمراقبين. هو مش سونداج احنا نسميوها منهجية أخرى، احنا نسميوها تقنيات الفرز السريع. الفرز السريع فوالا. شبكة مراقبون أون شيفر قداش من مراقب عندكم ليفيكتيف قداش معناتها أون شيفر؟ احنا خذينا 5100 كان صدقني ربي 26 معناها اكريديتاسيون من عند الهيئه بطاقه اقتراع اعتماد، ولكن في الميدان نهار الانتخابات 4000 كنا في مكاتب الاقتراع. 4000 فما ناس ما خذاوش بطاقات الاعتماد، سواء معناها قاموا بنشاط حزبي معناها دخلوا في قائمات ولا بطلوا. عندنا برشا عباد في الاخر بطلت فهمت، برشا معناها فما جانب يقول لك خويا تعبت ولا ما عينيش، وعندنا جانب كبير زاد ولا خدمه مع الهيئه، هذا لاحظناه موجود راهو برشا، حتى كي يسالونا نقول لهم الله غالب نعطيه الاولويه. الناس قدمت في الهيئه، قدمت كيف كيف مع مراقبون، فما ناس حتى الاخر ايامات القائمات معنا الاحتياط اللي عيطوا لهم الهيئه النهارين الاخرانيين اون يو دي ديفيكسيون دونك، اما يوم الاقتراع كنا 4000 موجودين على الميدان لاول مره في تونس. معناتها رفيق الحلواني خارطه رقميه لمراكز الاقتراع نسميها بالجغرافه الرقميه هكا معناتها هذا اي كنت فسرنيش معناتها جغرفه رقميه معناتها للناس معناتها هي هذه سيدي منظومه هذه جديده تعمل في تونس هذه بالسوري نقولوا لها لا جيو لوكاليزاسيون. الناس اللي تعرف شويه الانترنت كيما تشوفك تصاور نتاع جوجل كيما لي زيماج كيما جوجل ايرث. احنا دورنا في تونس 2011 4600 يظهر لي مدرسه، 4600 مدرسه، 4833 مدرسه صار فيها الاقتراع خدمه مركز انتخاب. كي نسألوا وينهم يقولوا لنا يعطيونا اسم المدرسه والمعتمديه وابحث معنا لا تعرف عليها وين. مشينا للهيئه، مشينا لوزاره حتى الهيئه ما عندهاش في البلد وزاره التربيه ما عندهاش، حاولت تعملها الهيئه عندها الحيثيات الجغرافيه نتاع المكاتب الاقتراع عندنا خط الطول وخط العرض يلزم نلقاوه باش نجم تحطه على خريطه. بعثنا عملنا مشروع تقريبا 6 أشهر دخل فيه 100 متطوع ومتطوعه من مراقبون داروا تونس شمالا جنوبا الغابات الجبال الوديان بلايص ما نعرفوهاش. كلموني مره الاولاد في معناه في قبلي قال لي في قلت لك في قبلي في توزر قالوا لي احنا دخلنا للجزائر نمابيو معناه شفنا مدرسه وبحثنا مدرسه في الجزائر ناخذوها ولا معناها بلايص
تشوف اولا يعطينا التعليم في تونس انتشر بشكل قرب للناس. يعطيك نسبه نتاع إيه؟ لا لا تبارك الله حتى احنا لا موجودين راوت او ميليو دو نول بار تلقى مدرسه. صحيح. خدمه هذه خدمناها. هذه السياسه التربويه نتاع البلاد. اي يرحم عظيمتك يا بورقيبه. 98% من 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 المدارس هذه عندنا المواقع نتاعها تو عندنا خريطه تدخل تشوف مراكز الاقتراع تهبط تشوفها المدرسه بالزوم تشوف. اي المفروض اللي زيد تعملها مش انتم تعملوها. سيرش سيرش. مش هكا؟ لا بالي هكا انا معناتها. لا لا لكن اللي زيد تعمل الحكايه هذه المفروض تتعمل. المفروض تونس تعمل. ما هو الفرق انه لا سامحني لو تسمح في التوضيح. اشرب شربه ماء خليني نقول لك انا التوضيح. الفرق بين اللي زيد وبين المراقبون انه المراقبون بداوا 2011 واستمروا يتصاعدون. اللي زيد اللي جاء من بعد عملتها بالراس قال لك هذاك الاخر ما يلزمنيش وهذا هنا الغلطه حكينا فيه البارح مع عتيد. فهمت هو 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 مش ليزي جديده قالت الواحد انا نحمل المسؤوليه نعاود نقول للمجلس التاسيسي تاسيسي اكبر جريمه ارتكبها في حق تونس هي اللي خليها عامين ما غير يزي اذا قلناه من قبل ولكن كاين هما ماهمش ناويين باش يمشيوا للانتخابات دول. انا ما نحكيش عن النوايا نقول صارت مشاكل والتوافقات صعيبه راهي فهمت احنا في الديمقراطيه ديمقراطيه فما قاعده واضحه اسمها الاغلبيه فهمت التوافق صعب الامور صعب الدنيا الهيئه احناش نرجعوا المهم صار الفراغ هذا الهيئه مسكينه اليوم راهي عندها ضغط تكون في نفسها انا بدي تحضر في انتخابات رئاسيه انتخابات تشريعيه ضغط على الفيليسيتي نرجع بعد الفصل اللي كنت رفيق الحلواني المسق العام غير محايدك وليت انت مراقبون تحضري راس المال انا راجعين زيد في الصوت وتربع ركاب مع نبيل بن عمر من اثنين للجمعه من الخمسه للسبعه على كابافام. الو فاس فاس مع رفيق الحلواني المسق العام شبكه مراقبون الدوليه مرحبا بك مره اخرى. نسبه المشاركه 70% حسب مراقبون بالضبط. 60% حسب ليزي. شكون صدق؟ هي مش شكون تصدق. أي. اولا صدقنا احنا معناتها انا ما صدقش ليزي. لا ما كيفاش صدقنا احنا وصدق ليزي. نسبه ليزي اللي اعطت عليها ما زالت قاعده قابله للتطور قالوا قابله للتطور دونك صدقنا احنا نسبه ليزي معناتها احنا خاطر اعتمدنا منهجيتنا واضحه بالله خلينا ناخذ فكره ونوضح أي. احنا نعتمدوا في مراقبون تقنيه قلنا سميناها الفرز السريع للاصوات بالانجليزي تتسمى بارالل فوتينغ تابوليشن الجدول الموازي للاصوات. شنو نعملوا احنا تو قلت لك قبيله كيما السونداج احنا ما احناش سونداج سونداج ولا صبر الاراء جي المواطن تقول له خويا بالله بعد عسلامه كذا قل لي شكون انتخبت يقول لك شكون انتخبه ولكن ينجم يكذب عليه. لي سونداج على سورتي دي زيون. بالضبط. ايه. احنا ما نسالوش المواطن احنا نسالو الصندوق والصندوق مسكين ما يكذبش. نسالو الصندوق اش معناها؟ المراقبين اللي عندنا يبداو من 6 نتاع الصباح قبل ما يحل المكتب يثبتوا الصندوق موجود بالكدا فارغ الاجراءات تحلت ولا يتابعوا عمليه فتح المكاتب سير الاقتراع الكل كي يروحوا الناخبين يوفاو عمليه اغلاق المكتب عمليه الفرز وبعد عمليه العد العدين قداش والارقام اللي ناخذوها هي الارقام نتاع محضر الاقتراع معناها لي دوني اوفيسيال هذا مش تدخل في اختصاص ليزي معناتها ما نعرفش كيفاش تعرفوا معناتها من خلال الشانتيوناج نتاع 1000 هذا عملنا هذا احنا دونك شقلنا هذا عرفنا المكتب قداش فيه عندنا عملنا احنا فما 10500 مكتب اقتراع في تونس الكل ما نجموش نكونوا متواجدين فيهم عملنا عينه تمثيل تمثل على مستوى وطني مكاتب الاقتراع العينه هذه فيها 1000 ومكتب خذينا في التقسيم نتاعها الثقه للانتخاب الكل معتمديه متواجدين وهذا حاجه معناها صعيبه رانا في ال 264 معتمديه اللي تعدها تونس خذينا الثقة الانتخابي لكل معتمدية عدد المكاتب في كل معناها معتمدية وخذينا بعين الاعتبار كيف كيف مش كما المكاتب اللي في 600 في المدن الكبرى ولا في المعتمديات كما في الريف المدارس اللي فيها عدد ناخبين صغير الكل اللي يعطينا هامش خطأ صغير الناس معناها ملاحظين مراقبون يبعثونا ديز اس ام اس على وصلوا للبيرو ولا كيفاش عملية الفرز تعدات فما كود عندهم استمارة كاملة كتيب يجربوا فيها الناس الكل ترينات تدربت باش ينجموا يعطيونا المعلومة الصحيحة. اي لكن كل قائل سي رفيق معناتها اختصاص ليزي هو يعني كشف عن النتائج الأولية انتخابات تشريعية هكا ولا علاش أنتم سبقتوا ليزي أنتم مهمتكم مراقبة الانتخابات وليس الكشف عن النتائج ما كشفناش عن النتائج عطيتوا النسب أنتم ديجا النسب الأولى ثانية حركة النهضة النسب شنية
تعرف شنو هي النتائج؟ النتائج هي عدد المقاعد. احنا في المجتمع المدني ايش معنى عدد المقاعد؟ نترجموا للناس الكراسي. احنا الكراسي لا تهمنا، احنا تهمنا الانتخابات. اي مناسبة تعكس عدد الكراسي، لا كيف تعكس شيئا ما، لكن باحتساب اكبر البقايا ما نعرفوش. تنجم يا سيدي انا حزب وانت حزب، انت جبت اكثر مني، انا ناخذ كراسي اكثر منك، خاطر اكبر البقايا تقلب قواعد اللعبه، فهمت؟ لي غران توندونس، احنا هنا اعطينا لي غران توندونس على الانتخابات. هذا يا سيدي يعطي وضوح للعمليه. احنا اليوم المجتمع المدني في تونس تهيكل ما بين 2011 و2014، تقوينا برشا، تحسننا، تقوينا من ناحية التقنية. راهو لا تطور نوعي بصراحة. ايش نقول لك معناتها بصراحة، خلينا نفسروا للناس معناتها. انتم كيف عطيتوا الارقام هذيك وجات متطابقة مع ما قدمته الاحزاب، لان يعني الاحزاب الكبيرة زاد عندها، ومع صبر الاراء معناتها تو ما يهمناش في صبر الاراء، اما نقولوا خدمتكم انتم وجات متناسقة جدا تقريبا، تو قاعدة تتواتر النتائج. ما انت تقولش عليكم عندكم دقيزه بحذاكم، لا 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 نحكي لك معناها الفرز السريع. قال لك جوسيكو ستون ميثود، معناها هذه مساله الفرز السريع، هذه ميثود سيانتيفيك نعرف نفهموه هذه، ولكن معناها كانت لسيقه وقريبه ياسر من النتيجه. متفاجئ حتى في المتخيل في الهيئه، هو حتى شركه صبر الاراء كيف قريبه شويه لل شو احنا مثلا مع سيجما كونسي وتو في احنا مثلا في العينه نتاعنا، باش تلاحظوا اللي الاحزاب اللي قلنا عليهم ما كومش باش تلقاو افيق تونس، وما كومش باش تلقاو الاتحاد من اجل تونس. قل قايل علاش سالونا احنا؟ احنا العينه اللي نخدموا عليها ما تعطي قوتها كان على مستوى وطني، ما عندناش دي لوكاليتي، ما عندناش زوم ولا تركيز على مستوى الدائره الانتخابيه، خاطر العدد نتاعها صغير، المنهجيه اللي نخدموا بها تولي هامش الخطا كبير ياسر، نخدموا كان على مستوى وطني، ديما نحكي على الداخل. دونك الاحزاب الثمانيه اللي خدمنا عليهم هما الاحزاب اللي عندهم قائمات في 27 دائره. الاتحاد من اجل تونس ما عندوش في 27 دائره، ووفاق تونس ما عندوش في 27 دائره، هذا علاش غابوا على الرادار نتاعنا واحنا ما طلبناش عليهم الاسئله. كان تشوف معناها كيفاش خذينا الاحزاب، كل قائمه في كل دائره قداش الريزولتا نتاعها كان بالنسبه للثمانيه هذوما، ولكن بالنسبه لنسبه الاقتراع احنا كي نقولوا 70% تقريبا قراب ياسر من الاعداد، وحنا نتخيلوا باش تشوفوا بالوقت اللي الارقام نتاع ليزي اولا باول تتطور قاعده ايه. علاش؟ خاطر هذه الارقام الصحيحه اللي قاعده تجمع ديجا في المعلومات، قاعده تجمع في المعلومات وتو نشوفوا ان شاء الله. وهذا هذا رقم مهم. الرقم الثاني اللي نقوله واللي احنا اطمنا على نتائج الانتخابات، اللي حسب العينه نتاع مراقبون واللي هي عندها تمثيل على مستوى وطني، 98% من مكاتب الاقتراع كان فيها ممثلين للاحزاب وللقائمات المتنافسه. 2% فقط من مكاتب الاقتراع ما كانش فيها. احنا راهو رقم مهم. ندخلوا اكثر في التفاصيل. اللي هما ايدي تونس والجبهه الشعبيه وحركه النهضه. حركه هذا الكبار اللي تخيلنا اللي موجودين معناتها في اغلب ال انا ما عندناش احزاب كبار واحزاب صغار، الاحزاب انتم ما كنتوا في المؤتمر الصحفي نتاعكم ديجا عطيتوا إيه لا لا علاش خذيناهم؟ خاطر خذينا من عند الهيئه، انا هما اكثر ناس حتى تقريبا ملاحظين. ممثلي القائمات الحزبيه معلومه وصلت هي اللي خدمنا بها، ما نجموش واللي عندهم على مستوى وطني حسب التقريب. نلقاو حركه النهضه 96% من المكاتب عندها فيها ملاحظين، رقم كبير جدا. نيدا تونس تقريبا 90% نقولوا من المكاتب عندها فيها ملاحظين، والجبهه الشعبيه تجي في المرتبه الثالثه 36% من المكاتب عندها فيها ملاحظين. دونك المكونات الكبار نتاع تقول انت المشهد السياسي. احنا الشيخ يقول هذا يقول لي واش دخل هذا فيكم انتم خدمتكم؟ لا اللي وصل عنده ملاحظين بالدرجه هذه معناها حزب انا نقول عنده حجم. هذا شفت تحليلك انت كسياسيه ولا كباحثه في الشان السياسي ولا كمختصه في التعليق السياسي، انا نشوفه من نظره اخرى. انا نقول كي نلقى في جل المكاتب النهضه ونداء تونس موجودين ومعاهم الجبهه، ما فماش تزوير في وسط المكتب، يعسوا على بعضهم. لو كونترول اوتو كونترول هنا نجم نحكي لا 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 الكونترول هذه حاجه. وعندنا رقم مهم اخر ما علناش عليه في الـ في الـ في الـ في المنصه الصحفيه، علنا عليه في كاب اف ام. انا شنو علنا عليه اليوم في كاب اف ام؟ اللي هو في 96% من مكاتب الاقتراع ما كانش فما اعتراض من عند ممثلي الاحزاب على عمليه الفرز. يعني ماذا يعني هذا؟ معناها الاحزاب اللي موجوده في مكاتب الاقتراع في جلها ما قالتش راهي عمليه الفرز فيها مشاكل. خاطر الحزب كي تصير مشكله قدامه
احنا المجتمع المدني. التسليم بسلامه الفرز معناتها داخل على الاقل العمليه هذه في 96% فما 4% فيهم مشاكل وتو يتفرزوا، فهمت؟ هذاك تمشي للهيئه ولا هيئه تنظر فيهم. لكن احنا هنا راه واش نحب نقولوا، الانتخابات راهي مساله اولا شو مسار كامل. احنا اليوم ما نحكيوش على الانتخابات، نحكيو على الاقتراع، على يوم الاقتراع. يوم الاقتراع لو جور دو سكروتان سي با لي زيليكسيون، يوم الاقتراع اللي العباد تمشي فيه تحط الورقه في الصندوق، نهار في تونس 3 ايام بالنسبه للتونس اللي في الخارج. هذا جلوبالمون نجم نقولوا تعدى منظم خاصه داخل المكتب. البرا راهو عندنا برشا مشاكل، بعدين نحكيو على التجاوزات معناتها والخروقات اللي صارت. اما الانتخاب، اما عمليه الاقتراع داخل المكاتب جلوبالمون منظمه ومقبوله وإل ني با كونتيستي. تو قاعدين عمليه التجميع فيها بعض المشاكل كما صار البارح في باجه، قاعد يصير في بعض المناطق الاخرى. الهيئه قاعده، اما المناخ العام فماش تشكيك في الانتخابات التشريعيه بصراحه. المناخ العام انه فما تسليم بالنتيجه بصراحه، فما احزاب سياسيه تقول لك ما عنديش تسليم طريقه الفرز. التسليم بمسار يوم الاقتراع طريقه الفرز. فم شوف برشا تجاوزات صارت. احنا نعاود نقول لك الحلقه الاضعف في انتخاباتنا هذه، نتخيل قلناه من قبل بعد ندخلوا في الديتاي اللي هي سجل الناخبين خاصه في الخارج. وعندنا العديد سي رفيق عطيت تحكي على جريمه انتخابيه في الخارج الجاليه التونسيه وقتها، فما برشا خروقات وتجاوزات اجرائيه بعد شوي نحكي عليها بعد الفصل. انا راجعين فاس فاس مع رفيق الحلواني المنسق العام لشبكة مراقبون الدولية. مرحبا بك مرة أخرى. نحكي على جريمة انتخابية كما قال العتيد. سامحني أقل من 30 شنو شبكة مراقبون الدولية؟ شبكة مراقبون الدولية، لا شبكة مراقبون، مراقبون فقط، مراقبون تولي فرنس 24 هذيك الدولية. أنتم خاطر فرع من تونسي مراقب، فرع واحد. احنا ودي احنا الأصل والأم شبكة مراقبون التونسي. ايوه اقل من 30% مشاركه الناخبين في الخارج. عتيد وصفها بجريمه انتخابيه، شنو رايكم في مراقبون؟ احنا ما نعطيوش نفس الوصف هذا. اولا الانتخابات في الخارج اصعب برشا من الانتخابات في الداخل، و30% في فرنسا معناها، فهمت؟ في ايطاليا توصل تقريبا 13 ولا 14% في العالم العربي ولا الاخرين باش تكون اقل. الانتخابات في الخارج صعيبة ياسر بالنسبة للدول الكل، وأصعب بالنسبة لتونس، ودي تصعب بالنسبة للهيئة ما زالت تركح في روحها. الحلقة الضعف بالنسبة للانتخابات في الخارج هي سجل الناخبين. سجل الناخبين ورثته الهيئة الجديدة على هيئة 2011، قامت عليه دي تنظيف، احنا نقولوا ديروا معناها دي ميزاجور. احنا نتخيلوا صارت مشاكل، مشاكل كبيره زاد. رانا يلزم نعترفوا في تونس شو الانتخابات في العالم اوبيراسيون دقيقه جدا، ما تنجمش فيها تاخير بنهار ولا حتى بساعه، تظهر قوه الدول والجاهزيه نتاعها. سجل الانتخابي في تونس منين يجي؟ يجي من عند وزاره الداخليه بطاقه التعريف، يجي من عند وزاره الداخليه من عند سجل الحاله المدنيه، من عند وزاره الداخليه الباسبورات، من عند وزاره الخارجيه الباسبورات، يجي من عند الدفاع تعطي الناس اللي قاعدين في العسكر، يجي من عند الديوانه العباد اللي تخدم، يجي من عند الداخليه السجل نتاع الناس الامنيين، يجي من عند وزاره نقولوا ال خارجية. لا لا نتاع الناس الموقوفين معناها السجون، اداره السجون وزاره العدل واداره السجون. عباد تتزاد، عباد تتنحى كذا، لا جيستيون نتاعها صعيبه. في تونس عندنا مشكله في عندنا تقريبا عشرات الالاف من الباسبورات غير تطابق ما بين الداخليه وما غير وما بين الخارجيه. الارقام تجري الهيئه في امور صعيبه ياسر، متداخله معناتها عندنا بوكو دو دوبلون بوكو دو تريبلون. فما ناس مسجلين مسؤوليه الدوله بلادنا ما زالت، والهيئه ما تحملش مسؤوليه معناتها اللي زي ما تحملش مسؤوليه. الهيئه جات ما زالت انا كي نعطيك قماش ضعيف نقول لك خرج لي منه كسوه، تقول لي هذا يا سي رفيق راهو ما يعطيك كان مريول، تحب السيف نخرجوا منه كسوه. هذه حاجه يلزمنا بعد الانتخابات هذه تو نرجع لك مسؤوليه الهيئه. بالله لحظه برك، فما ما عندناش في تونس سياسه المعرف الوحيد، بلدان اخرى التونسي من اللي يتولد للي اخر لحظه في حياته يلزم عنده رقم يعطي. احنا التونسي من الصفر لل 18 سنه اللي نهار اللي يعمل بطاقه التعريف مجهول، ما هوش معروف وين. سياسه المعرف الوحيد هذه ما تساعدش تنحي برشا مشاكل، ولي التونسي معروف عندنا
لي باز دو دوني في تونس يتباع ويتشري ورينا في حكايه التزكيات لخبطه كبيره ياسر. لعبه تدخل لعبه تخرج، ما عندنا حتى انتجريتي لسلامه المعلومات نتاع العباد نتاع المعلومات الشخصيه. الانتخابات ظهرت لنا هذا، هذا الحاجه الايجابي، هذا درس في الدرس يلزمنا من تو من 95 و96 نحكيو على معرف وحيد، ما فما حتى حكومه جات وحده كبير اللي جا معناتها ما نجم نحكيو على انتخابات منظمه وعلى سجل لما يبدا عندنا هذا سجل، ما فما حتى حكومه خذت الشجاعه باش تعمل هذا. جاء الوقت خويا اجي ننظموا بلادنا اون فوا بور توت. علاش الهيئه كي قلنا لها راهو السجل ضعيف وراهو فما مشاكل وراهو عمليه التسجيل حتى باليو اس اس دي فيها احنا في مراقبون رانا بدينا نخدموا عليه من الاول ساتوراسيون ديجا لا بار ساتوراسيون فما الناس اللي تعمل تبدل معناها التسجيل نتاع الاعوان المتسجلين ما يعطيكش نفس السلامه نتاع الاعوان اللي قاعدين في المكتب ما يتثبتوش في نفس المعلومه. دونك قاعدين ندخلوا احنا زملائنا في المجتمع المدني كانوا يقولوا مشكلتهم اللي سجل الناخبين العدد صغير، احنا ما عندناش مشكله في العدد 5 ملايين خيرات ربي ما يسالش الحمد لله اعطيني ال 5 ملايين يبداو نظاف منظمين ما فيهمش مشاكل اللي يسجل مره يلقى روحه مره. النتيجه قدامي 100 توانسه ما يمارسوش حقهم في الانتخاب البلدي هذا معروف ومتوقع وقلناه ياثر على سير العمليه الانتخابيه قلناه والهيئه في بالها وعلمناها من شهر ما عندناش حلول معناتها للشيء هذايا ما فماش تمديد ما نعرفش انا فماش حلول معناتها على الاقل اول حاجه غزر لي القانون باش تبدا هذه البرانسيب نتاع لي ديروغاسيون انا اسمي موسى مسجل والله دبرت رخصه باش تعمل فماش ترخيص باش تبدا امور منظمه. قانون واضح يجب احترامه ويلزمك تحذر روحك من قبل باش تحترمه وهاو درس باش تنجم تصلح روحك. عندنا قلنا للهيئه العليا المستقله للانتخابات رانا عندنا شكوك كبيره في سلامه السجل الانتخابي ما احناش نتهموا الهيئه بالتزوير ولا فما دي مانيبيولاسيون صارت على الباز دوني اخطاء ولا هذه حاجه يمكن من يسأل تكون على سلامه المعطيات كمل لنا حاجه يمكن تكون لي دوني دو باز اللي جاتها من عند وزاره الداخليه فيها تضارب فما دي دوبلون فما عندنا مواطنين في تونس عنده اسم برك عندنا مواطنين في تونس اسمه في السجل خبيره اكثر مني في اللغه العربيه عندنا شي اسم يبدا برقم 3 لقب عندنا شي لقب يبدا برقم 4 كلشي في عندنا شي لقب يبدا برقم 0 عندنا ارقام مسجله باز دو دوني نتاعو تو نخرجوها من بعد خرجت على رقم الهيئه تقول لك يا اخي انا كي تجيني باش تحمل المسؤوليه لوزاره الدفاع وزاره الداخليه وزاره والهيئه الدوله التونسيه الكل عندنا مشكله احنا قبل والهيئه سامحني خذيت منكم هالملاحظات هذه وخذتها بعين الاعتبار هذا المهم هو راهو احنا فاش نلوموا على الهيئه اقل من دقيقه سي رفيقي نلوموا على الهيئه في تعاملها بالنسبه لسجل الناخبين كانت برشا تقول لي الامور باهي الامور باهي الامور باهي انتظرنا حتى بوليتيك دو فساد يعني احنا طلبنا ما نعرفش معناها يمكن استراتيجيتهم طلبنا معناها اوديت صار اوديت للمنظومه المعلوماتيه ولكن احنا طلبنا اوديت لسجل الناخبين ان شاء الله هذا الانتخابات الجايه يمكن رئاسيه وبلديه مازالوا معناتها ما عادش عندنا الوقت ما عادش عندنا الوقت الانتخابات البلديه معناها اوديت طريقه معروفه في العالم تتسمى من السجل الى الناخب ومن الناخب الى السجل شو راهو احنا اون فابار ينفونتي لا رو فما عباد عملت انتخابات قبلنا وفي بلدان تجارب ديمقراطيه ناخذوا احسن التجارب نعملوها يشدوا سجل الناخبين يعملوا ايشونتيون على مستوى كبير 10000 20000 كيما الناس الاحصاء يمشيوا يثبتوا هذوما العباد موجوده ولا وناخذوا 6 اشهر 8 اشهر عام مقارنه صغيره سي رفيق مقارنه بين هيئه 2011 هيئه 2014 مقارنه صغيره دائما نحبش نقارن انا هكا بالهيئات مش نقارنوا علاش فما انتخابات تاسيسيه وانتخابات تشريعيه ما يسميش في 10 ثواني خاطر مش نمشي ولا سي ما عرفش نكملوا الحوار نتاعي من انا ناحيه معنا من ناحيه الاداء من ناحيه الخدمه من ناحيه كذا والله ما نحبوش نقارنوا احنا نقارنوا الانتخابات بالنسبه لنا في 2011 تقنيات نعطيك نقولوا في 2011 قلنا هناك العديد من الاخلالات لكن لا تؤثر جوهريا على نتائج الانتخابات واضح. نفس الشيء بالنسبه لنا نقولوا فما العديد من الاخلالات لا تؤثر جوهريا على سي رفيق الحلواني المنسق العام شبكه مراقبون يعطيك مش الدوليه التونسيه لكن باعتمادات زاد دوليه ميساج نقولوها هكا ولا من المنظمات الدوليه معناتها المنظمات الدوليه لا 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 نحكي لك الفلوس تتعطل تونس الفلود انت القنطره اسمعني القنطره اللي ماشي فوقها ايه؟ انت ماشي على قنطره دوليه هنا بين المريزقه لا محلية القنطره هذيك عملت بفلوس الاتحاد الاوروبي تي تونس شكرا ايوه لا لا خليني نقول لك انا هذه خليني نفضوها تي تونس اشترى اعتماداتها جات قروض مالها شهريتك فيها 40% منها بالدولار وبالواحد الفلوس اللي تدخل لتونس هذيك معتمده فلوس تونسيه وعندنا عليها رقابه من عند الاجهزه اللي عاطيتنا طبعا وكيف كيف الدوله التونسيه دونك مازالت الخدمه متواصله في الرئاسيه والبلديه مراقبون وان شاء الله ناخذ المنبر من هذا احنا رانا كتوانسه وكعرب
نحب نخدم وماذا بينا نهار تولي نجم مولو جمعياتنا من عند المواطنين مش من عند رؤوس الأموال. مازال مازال علاش صعيب؟ خاطر مازلنا ما وصلناش للشفافية اللازمة في تعاملاتنا وللكريديبيليتي. حتى واحد يعطي فلوس وما يعرفش. شكرا لك رفيق الحلواني. شكرا لك. تونس يولي المجتمع المدني التوانسة هي اللي تمولوا ونولي وقتها بالرسمي السيد انفسنا بالحق. السيد انفسنا احنا تو السيد انفسنا السيد. لا لا انتم ما حتى معنا مش عندي برشا وقت رفيق الحلواني مسق العام شبكه مراقبون راجعين بعد الاخبار. يعطيك الصحة. كاب اف ام الكلمه ليك.